صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد الموقر وزير التراث والثقافة راعي الحفل، أصحاب السمو والمعالي المكرمين وأصحاب السعادة، الزملاء والزميلات أعضاء الأسرة الإعلامية، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بشراكة استراتيجية جمعت وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وجامعة السلطان قابوس، يسرنا أن نرحب بكم في ملتقى الأسرة الإعلامية الثاني، إعلامنا عهد يتجدد، حيث يلتقي طلاب الإعلام والأكاديميون والباحثون والمهنيون وكل من له علاقة بمهنة الإعلام الإنسانية، لنتحاور بشأن مستقبل العمل الإعلامي في عمان والمحيط الإقليمي والدولي. تحقق للإعلام العماني في العام الماضي بفضل الجهود المشتركة بين عديد من المؤسسات في عمان عدد من الإنجازات، نذكر منها التوقيع على أول ميثاق لأخلاقيات المهنة الإعلامية الذي صدر عن جمعية الصحفيين العمانية بالتعاون مع قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس والمؤسسات الإعلامية العمانية، كما تم إنشاء مركز اتصالات الخدمات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشراكة استراتيجية مع وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وتأسيس مركز الإعلام المجتمعي في وزارة الإعلام لرصد محتوى ما ينشر إلكترونياً وتحليله وإجراء عديد الدروس والبحوث لرفض صناع القرار بالمعلومات اللازمة فيما يتعلق بأعمال مؤسساتهم، كما تم استكمال برنامج مهارات التعامل مع وسائل الإعلام في حلقاته الخمس على مدار عامين لمديري دوائر وأقسام العلاقات العامة والإعلام في المؤسسات الحكومية. وقد أعلنا عن استمرار مسابقة الإجادة الإعلامية التي احتفينا فيها بالفائزين من مهنيين وطلاب في مجال الصحافة. وفي العام نفسه وعلى الصعيد الخارجي، تم استلام أول دفعة من وثائق الإرشيف الإعلامي للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الخارجية. ومع بداية العام الجديد، صدر المرسوم السلطاني رقم 3/2018 بإنشاء مركز التدريب الإعلامي باستقلالية إدارية ومالية، ويعمل بالتعاون بين وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وجامعة السلطان قابوس. وفي هذا العام وبعون الله، بدأنا التحضير لتفعيل مركز التدريب الإعلامي بعد دراسة الاحتياجات التأهيلية والتدريبية لكل المؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى برنامج تدريب طلاب الإعلام في مؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس. كما يسرنا أن نعلن عن بدء التحضير لإنشاء أول مكتبة إعلامية متخصصة في الإعلام العماني، تكون مرجعاً للباحثين والدارسين في الشأن الإعلامي العماني. وفي هذا الإطار، يسرنا أن نعلن عن جائزة وزارة الإعلام للبحوث الإعلامية. من جانب آخر، فقد بدأنا العمل على تأسيس متحف الإعلام العماني ليحكي قصة الإنسان على تاريخ الصحافة والإعلام في عمان وما وسائله الإعلامية. وفي إطار التفاعل مع الواقع المجتمعي الإعلامي، يسرنا أن نعلن عن تأسيس مجلس الحوار الإعلامي ليكون لقاء تواصل بين المختصين والإعلاميين. كما ستعقد وزارة الإعلام ندوة متخصصة عن الإعلام والطفل والمستقبل بمشاركة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وعدد من المؤسسات والمختصين في هذا المجال. وفي مسابقة الإجادة الإعلامية، يسرنا أن نعلن أن مجال المسابقة لهذا العام 2018
سيكون مخصصا للإذاعة والتلفزيون، وسوف تعلن اللجنة الرئيسية للمسابقة مجالات التنافس في هذا المحور. في البدء كانت الكلمة وصاغها الإنسان، ومن يتابع الإعلام العماني منذ بداياته الأولى يجده دائما ينحاز لقضايا الحق والعدل والسلام، ويعلي من قيمة الإنسان باعتباره ركيزة أساسية لبناء الحضارات. وما إشادة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه ومجلس الوزراء الموقر بالإعلام والإعلاميين إلا وسام فخر واعتزاز على صدورنا جميعا، تحملنا أمانة الكلمة ومسؤولية الصورة لنقدم قضايا الإنسان في كل مكان بكل صدق وإنسانية. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يوفقنا لخدمة الإنسان على هذه الأرض الطيبة وفي كل العالم، وأن تكون الرسالة الإعلامية العمانية إنسانية حضارية تحتفي بالمنجز الإنساني وتنشر المحبة والسلام والجمال في ربوع العالم. شاكرين لكم صاحب السمو رعايتكم لهذا الحفل، ومقدرين للجميع حضوركم ومشاركتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أحلى أن نعيش في بيت واحد، في بيت واحد. ما أحلى أن نكون في وطن واحد، في وطن واحد. ما أحلى أن نعيش في بيت واحد، في بيت واحد. وما أحلى أن تبقى أمان للجميع.